السلام سليمان واه عطيني شي حاجه تاع البلاد تاع البلاد واه عطينا تاع البلاد على خطرت العدس والحمص تاع البلاد الاولى انتاج محلي لازم نشجعوه وثانيا قضيه لوغو كما نقولوا احنا عندنا البنا مليح في الطياب والبنا ما شاء الله والثمن رخيص تختلف البنا ما بينه وبين لا احنا مزروع عادي ما فيه لا مواد كيماويه لا اسمده لا عادي كيما الفلاحه العاديه كلشي محلي كلشي محلي كلشي كلشي محلي لا في الخضروات لا في لا في البقول الجفاف كلشي محلي يحظى القطاع الفلاحي بأهمية كبيرة لدى السلطات العمومية في بلادنا لما تتوفر عليه الجزائر من أراض شاسعة ذات مقومات فلاحية بامتياز. تطوير الفلاحة وتوفير كل الشروط لنجاحها هدف تسعى إليه السلطات من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والحد من استيراد منتجات نجحت في بلادنا بل وصنفت من أجود المنتجات مذاقاً وقيمة غذائية على غرار البقوليات الجافة. تعتبر زراعة البقول الجافة من أحسن السوابق الزراعية للمحاصيل الكبرى وتتلائم في الكثير من المناطق المخصصة للقمح والشعير وهي من الزراعات الشتوية المطرية المفيدة لبناء التربة والقضاء على الحشائش الضارة بالإضافة إلى دورها الهام في النمط الزراعي أو الدورة الزراعية لغراسة الحبوب. البقوليات يعني العدس والحمص والفول والجلبانة والفافرول هذو بقوليات من العائلة البقولية. الفائدة يديرونا لفيكساسون دازوت يعني يعطونا يفيكسونا الأزوت الجوي عن طريق الأوراق في التربة، وبالتالي يعني الأرض اللي راها قاعدة بور اللي أنا نلاحظوا فيها في هذه المنطقة والله في الجزائر كاملة يعني عندنا حوالي 2 ملايين هكتار لأراضي بور. هاد الأراضي بور راها تفقد في الخصوبات تاعها وماش نستغلها. احنا الاستغلال تاعها عندنا فوائد فلاحية، تثبيت الأزوت، كذلك تحرير الفوسفور، يعني عندنا الفوسفور اللي يكون في التربة يكون كابتي بار لي فيو دارجيل يتحرر بواسطة يعني البقوليات. كذلك تحسين الحالة الفيزيائية والكيميائية للتربة. كاين عندنا بعض الحشائش الضارة والسامة اللي تنبت لنا في القمح في الحبوب تاعنا. مثل البروم هذا ما نطيقش، ما عندناش ادويه، ما كانش ادويه اللي تقضي عليه ما عدا كي نزرعوا البقوليات. كذلك عندها فائده اقتصاديه، الارض راهي بور راهي خاسرين فيها، كي نديروا فيها البقوليات ندير فيها انتاج، وبالتالي يعني الفلاح يزيد الدخل تاعو. الفائدة الغذائية، الفائدة الغذائية، العدس هو بروتين الفقير بحيث يعني 400 غرام تاع عدس تعادل 200 غرام تاع لحم صافي. فيه كذلك التبن تاع العدس ولا التبن تاع البقوليات بصفة عامة ريش يعني غني بالبروتينات. التبن تاع البقوليات يعتبر يعني علف وانغراسمون يعني للتسمين للحيوانات يعني البقر والغنم والى اخره. كذلك كاين البقوليات علفية ليجوميناز فوراجير، ليجوميناز فوراجير فيها الفافرول فيها لافيس فيها الفوا، الاستعمال تاعها هو نستعملوها بور لاليمون دو بيطا يعني لي غران يعني الحبوب تاع الفافرول وتاع لافيس وتاع الفوا
فيها حوالي من 24 حتى 28% بروتيين، وهذا البروتيين يعني يعادل لطورت الصوجة والمايز. تسهيلات وامتيازات عديدة استفاد منها منتجو البقول الجافة في السنوات الماضية من طرف وزارة الفلاحة، ساعدت الفلاحين بشكل كبير على الرفع من قدراتهم الإنتاجية في ظل الظروف المناخية المساعدة ومكننة الشعبة وتطبيق التقنيات العصرية، بدءا من تحضير التربة وصولا إلى الحصاد والدرس. نرجعوا للهيستوريك تاع العدس، يعني الاراضي هذه البور اللي نلاحظوا فيها ذروت اللي راهي بنسبه تقريبا 50% كانت مستغله عدس، حتى بعض الولايات يعني ما نذكرش الولايات اللي لحقنا 12000 هكتار في ولايه، وكان المردود يعني مردود كبير اللي لحقنا البيك لحقنا حتى 32 في الهكتار، المعدل 17-18، يعني درنا كميات كبيره، وكان يعني الفلاح متحمسين والفلاحين نقلوا على بعضهم بعض، يعني ولا الفلاح ينقل الفلاح جاره تقنيات مع الإرشاد تاع المعاهد مع الإرشاد تاع المرشدين، توصلوا به يميتريزوا يعني يميتريزوا التقنيات زراعة العدس في هذه المنطقة. لحقنا حتى وفرنا 60% من الاحتياجات تاعنا. كميات كبيرة من البقول الجافة خاصة من مادتي العدس والحمص خزنت بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر ربوع الوطن ووحدات تكثيف البذور، بعدما نجح الفلاحون في إنتاج البذور محلياً. رغم تضافر الجهود في سبيل تعزيز دعائم تطوير شعبة البقوليات وتنميتها، غير أن المساحات المزروعة تراجعت في السنوات الأخيرة وانخفض الإنتاج بشكل ملحوظ، أمر له ما يفسره حسب شهادات الفلاحين. في 2013-2014 بدأوا المشاكل، بدأت المساحات تكبر، بدأوا المشاكل يكبروا معها. من بين المشاكل بدات الامراض الحشرات، وكي نقول الامراض والحشرات بدات التكلفه تزيد، بدات التكلفه تاع الهكتار تزيد. وما يخفاكش باللي في العمليه تاع المداوات ولا العمليه تاع في العدس، من عمليه ابسط عمليه تكلفك فوق 10000 دينار، ابسط عمليه تكلفك فوق 10000 دينار، وقيس على هذا وما عندك عمليه وما عندك انترفونسيون كيما نقولوا لاصحاب الاختصاص، عندك تكلفه كبيره، والمواد هذه قاعده غير تزيد في البري تاعها. بينما الثمن تاع القنطار ما تبدلش، راه من 2009-2010 مازال هو ما تبدلش، والله ما ندبرت ثاني غلات، وزيد المشاكل تاع الجفاف اللي هو كان السبب الاول في عزوف الفلاحين. العامل المناخي انه اثر تاثير ما نقولوش كبير انه محتاج لحاجه واخده اخرى تكميليه، انه يكون كاين كيما حنا نقولوا رش ولا سقي ولا يكون تكميلي لقطعة صغيرة باه نحافظوا على الأولى، نحافظوا على البذور تاعنا. أنا في 2016 كنت نلحق 30 قنطار في الهكتار، وكنت نخدم 30 هكتار قاعد نخدمها عدس، وكيما دروك قلصنا المساحة رانا نخدموا 3 هكتارات 4 هكتارات هكا، رانا منتجي بذور مانيش باغي نتركوا هذا المهنة. علاه؟ المشكل راه في المبيدات، عندنا 3 مبيدات نديروهم، كاين الاول تاع الحشيش والزوج تاع هذاك تاع الخرطان والثالث تاع المرض. ايوا السعر ما يساعدناش، السعر راه 8000 الكيلو هنا ما يساعدناش هذا السعر. التراجع عنده اسباب، كان تراجع كان لامبورطاسيون يعني الاستيراد الكثير يعني الماسيف، كاين بعض الفلاحين اللي ولاو ما نسيبش وين يبيع المنتوج تاعو، ولاو كاين شروط تاع الانتاج، بدات المساحات تتقلص،
وكذلك وسائل الإنتاج، وسائل الإنتاج الأسمدة، الأدوية اللي كانت تدير 300,000 400,000 بورتريتي ان هكتار رجعت تدير 1,700,000 1,600,000 هكتار. الفلاح تراجع في المساحات، تراجع في المردود، هذا بالأسباب اللي أنا ذكرتها، أسباب الأسعار اللي من 2008 ما زادتش، وكذلك نقطة ما ننساهاش التموين، يعني القرض كما نقولوا احنا، ونعرفوا باللي القرض هو اللي يقدر الفلاح يزرع، يقدر يشري الأدوية، وكذلك بعض القروض ننقذوا بعضنا، يعني نديروا واحد النقد لتصحيح، إذا كان فلاح نعطي له البذور ونعطي له القرض باه يدير الأدوية وباه يدير الأسمدة، وما نعطي لهش قرض باه يدير الأدوية ضد الأمراض، معناتها هنايا وكان يجي مرض أو الإنتاج كامل راح. هي إذن انشغالات أرقت الفلاحين وقلصت من قدراتهم الإنتاجية، لكنها ليست بالمشاكل المستعصية التي يصعب حلها، بل لها حلول تقنية كانت أو إدارية. احنا هذا كي نزرعوا مساحات صغيرة كما هذه، أقول له نزرع ندير 50% عدس و 50% حبوب، ممكن نتأثر. احنا المساحات الصغار اسكو هذا الاقتراح تاعنا اللي رانا خدمناه في عام وعامين تاع مساحات صغار، واش رايكم فيها؟ يعني احنا هذه السنوات الأخيرة قلنا للفلاح ما تديرش مساحات كبيرة. علاه؟ نحوسوا نوسعوا المساحات بعدد الفلاحين، يعني ولاية كاين الولاية اللي فيها 40,000 فلاح، حنا وكان 20,000 فلاح من 40 يكون غير 20، اللي يديروا لنا قطار قطار انا نديروا 20,000، نصبحوا حنا عندنا حوالي 26 ولاية في الشمال الجزائري اللي تدير البقوليات. عدة سنوات وحنا ننصحوا الفلاحين باللي ما يديرش دورة زراعية ثنائية، لازم يدير على الأقل العدس ما يرجعش لبلاصتو لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، كما الحمص 4 سنوات، العدس 3 سنوات، لأن هذا سبب الأمراض، وهذا لازم له وقاية بريفونتيف، يعني وقائية، ووقاية وحماية كيراتيف علاجية. لهذا احنا حبينا تراجع هذا، وعندك تاع البقوليات نعود نرجع، ولكن نرجع بمساحات قليلة، ومام طون في هذا الوسمو نروحوا مع المعاهد، لأصناف أخرى، إدخال أصناف أخرى اللي تكون مقاومة سواء في الحمص سواء في العدس. احنا كمجلس اقترحنا أسعار جديدة لتشجيع الفلاح، لأن الأسعار تاع القمح راهي زادت، مادام زادت أسعار القمح وهذه لأسباب تاع اللي زادت لي زانترون، يعني وسائل الإنتاج زادت، احنا نتمنى ثاني دراسة هذه الأسعار تاع البقوليات الغذائية، وكذلك ما ننساش البقوليات العلفية، لأن ماذا بينا احنا ندخلوا في نقاش لأهميتها، ولكن نقنوها، يعني لازم لها سومة، لازم لها تدعيم من طرف الدولة، وبالتالي يستفاد الفلاح كمنتج، تصبح عندنا ديناميكية في الإنتاج، وكذلك الخزينة تنقص. يعني شوف نكونوا كل قنطار تاع عدس ولا حمص ولا فافرول ولا فاس ولا منتج في الجزائري، أني ننقص 100 دولار ولا 150 دولار من العملة الصعبة اللي نقدروا نستفادوها في عتاد في مواد أخرى. أنا يعني متفائل، أنا نقدروا ممكن نديروا اكتفاء ذاتي، لأن العدس والحمص 250,000 هكتار تكفينا ديرنا اكتفاء ذاتي، لأننا نأكلوا حوالي 1,000,000 قنطار عدس ونأكلوا 1,200,000 حمص في السنة. إذا زرعنا 250 ضرب 10 قنطار في الهكتار، ما نروحوش ل 15 و 20، 10 هاي زوج ملايين و 500، معناتها نديروا اكتفاء ذاتي. إذن
يبقى القطاع الفلاحي من أهم دعامات الاقتصاد الوطني، فمن أجل تحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد وجب على الفاعلين في القطاع الاستغلال العقلاني للمساحات الزراعية وتوفير عوامل الإنتاج باتباع الطرق الحديثة للغراسة وتطبيق التقنيات العصرية من أجل حماية منتوجنا. فالفلاحة اليوم هي محرك الاقتصاد وهي الغلة الغير منتهية.